أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق الله العظيم. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والطاقه المصريه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. ودائما حضرتك يعني ايه يعني تفضل ان احنا نذكر ايات الجنه. نعم. ووصف الجنه. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يخاطب اعلى مرتبه من مراتب الايمان اللي هم المتقين. والمتقون حينما يدخلون الى الجنات سوف يجدون كل الخيرات. اتقى الله في الدنيا، يفعل الخيرات، يعطي هنا وهناك إن كان صحيحا أو إن كان سقيما. لو كان عنده صحة يعطي لله تبارك وتعالى ويتصدق ويفعل الخيرات، عنده يقين أن الله صاحب الرزق سبحانه وتعالى، وإن مرض أو حصل له أي مصيب أو أي شيء ما يجيش يقول الله ده أنا بتصدق وبيحصل لي الحاجات دي فأنا حوقف الصدقات. لا، يعلم تماما أنه حينما يصاب بأذى أو بهم أو كدر أو ضيق في حياته وهو يتصدق، يعلم أن الله يمحصه عايز يرفع درجته من المسلمين والمؤمنين إلى المتقين اللي هي أعلى الدرجات، حتى إذا أخذه وناله ونال بعد ذلك الخير ناله على أصول في الجنات. يدخلون هؤلاء المتقين إلى جنات عدن، ومن صفاته تلك الجنة أن كل من يدخلها تغلق عليه الباب مسرعة حتى لا يخرج منها أبدا. فيها كل شيء. ربنا دايما في الجنات جعل لنا الأنهار وجعل لنا الجنات. الجنات كلها أنهار، وكلها أنهار من عسل ولبن وماء في كل زمان ومكان. في هذا المكان الزمان ليس له حد لأنه نعيم مقيم. هناك قاصرات الطرف. من هؤلاء قاصرات الطرف؟ الزوجات للمؤمنين، طرفها أي بصرها قاصر على زوجها، لا ترى غير زوجها، تنعم في الجنات ولكن لا ترى إلا زوجها. ولكن هناك لهم خصائص، السيدات المنفقات التقيات الفاعلات للخيرات في الدنيا هم دول المتقات اللي هم يوم القيامة إن شاء الله أزواجهم حيفرحوا بيهم. ما نقولش لا ده كانت في الدنيا وحشة هتيجي يوم القيامة هتبقى وحشة أو في الجنة هتبقى وحشة، لا والله، هناك ليس هناك ضغاء ولا قلوب حاقدة وليس هناك غيرة وليس هناك كذا وكذا وكذا. وتختتم الآيات بآية عظيمة، آية معجزة لنا في الدنيا ولنا عند الله تبارك وتعالى. إن هذا رزقنا ما له من نفاذ، رزقنا في الدنيا ما له من نفاذ. عارف حضرتك لما يكون عندك عزومة ويدوب عاملة أكل الخمسة وجي حوالي مثلا 15 أو 20 وقلتي إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، يبقى أنت حركت الإعجاز في الآية فجعلت هذه الآية تعمل عندك في البيت، فتجد من فضل الله أن هذا الرزق يكفي لغاية 20 25 كمان من فضل الله تبارك وتعالى. لذلك الحق تبارك وتعالى بيطمن كمان المتقين والمؤمنين، بيطمن كل العباد، افعلوا الخير وسوف تجدون أن رزقنا في الجنة ليس له من نفاذ، ما عندكم يا وما عند الله باق. سبحانه وتعالى في آيات كثيرة الله تبارك وتعالى يعلمنا أن الرزق عند الله في الجنة لن ينتهي إلى أبد الآبدين. هلموا نعمل لهذه الأيام وللخلود يوم القيامة في الجنات بعمل الخيرات في الدنيا، فنلقاه في قبورنا وأمام رب البريات وسيد السادات يوم القيامة يا رب العالمين. نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل يعاتبنا
يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه من عاد مريضا خاض في الرحمة، ومن عاد مريضا فإن 70,000 ملك يصلون الله عليه، يعني يدعون له بالرحمة. هذا لمن عاد مريضا، فكيف بمن عالج مريضا؟ أنا موجود في جمعية البر التخصصي في مدينة دمياط، شيء مشرف، شيء عظيم. أنا موجود دلوقتي في جناح من أجنحة العمليات، فيها جناحان، كل جناح في غرفتين للعمليات، يعني معنى ذلك عندنا 4 غرف كبرى للعمليات، كل غرفة معمولة بنظام الكبسول، تعقيم مركزي على أعلى مستوى، ومجهزة بأحدث الأجهزة وأدوات طبية رائعة جدا. غرفة عمليات مجهزة للعمليات الكبرى زي المخ والأعصاب، العظام، زراعة الكبد وغير ذلك. والله يا جماعة من أعظم ما يكون زكاتكم الجارية وصدقاتكم الجارية وصدقاتكم مع جمعية البر والتقوى. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. مستشفى البر والتقوى التخصصي، مستشفى كبيرة فيها كل الأقسام، من أول الحضانات بتاعة الأطفال لغاية العمليات الجراحية الكبيرة، اتجهزت بالكامل، خلصت العمليات، خلصت، هل ناقص فيها حاجة؟ طبعا ناقص فيها حاجات كتير. ناقص فيها أولا إن احنا نبدأ في احنا بعملنا حجرة العمليات ودخلنا فيها الأجهزة زي ما احنا شفنا من فضل ربنا العالمين، تجهيز 4 حجرات للعمليات، ده أمر لوحده يعني معجز. وبعد كده عندنا بقية الأدوار اللي إن شاء الله رب العالمين يجب إن احنا نحط فيها سراير، ويجب إن احنا يكرم فيها الناس من فضل ربنا سبحانه وتعالى. أنا حدي مثل بسيط لسيدة فاضلة، الحاجة شيخة محمد يوسف، هذه السيدة الفاضلة التي دائما ما تعطي الخير. السيدة دي بعد ما تصدقت، شوفي حضرتك الأمر اللي احنا لسه بنتكلم فيه، الاختبارات الربانية للعبد، لسه متفضلة بأن هي تعمل صدقة، ونفاجأ أن هي تحولت إلى غرفة الإنعاش. في هذه اللحظات ليست هذه السيدة فقط، ولكن أي حد وصل إلى هذا الحد أنه بيعمل خير وتحول لحجرة الإنعاش، وكأنه يقول اللهم إني قد فعلت الخير، ويلا عباد الله سبحانه وتعالى اللي هم كان ليهم الأثر في هذا المستشفى أو في هذا العمل اللي أنا عملته، أين دعائهم؟ لذلك أنا بقول لكل واحد تصدق وافعل الخير، وأنت في نعمة سوف يدعو لك الفقير والمحتاج والمريض، لأننا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ربنا عايز يرفعك مكانة ويرفعك درجات، فعليك أن تدعو وأنت تتصدق للفقير أن يعافيه الله، فتجد الفقير يدعو لك أن يكرمك الله، وبينك وبين الفقير رب العالمين، يشكرك رب العالمين ويغفر لك ذنبك ويدخلك الجنة يوم القيامة كرامة لهذا الخير. أنا بقول جمعية البر والتقوى عاملة مستشفى، المستشفى دي يا جماعة محتاجة الكثير منكم، الأدوية محتاجة تمد بالأدوية، محتاجة، عايز أقول لحضرتك كل العيادات من فضل الله تبارك وتعالى داخلين على 160-170 ألف واحد تم الكشف عليهم وعمل أشعة وتحاليل وأخذ العلاجات بدون أي مقابل. إذن دي كلها المقابل بتاعها من يتصدقون بالأدوية من أحباب البر والتقوى وأعمال الخيرات، ومن يتصدقون ومن يزكون، لأن المكان ده يتحط فيه زكاة المال ويتحط فيه الصدقات. زكاة المال أنا ممكن أجيب بيه جهاز لأي حاجة، يعني إن كان مثلا إنكيوبيتور أو اللي هي الحضانات للأطفال، أو أن أنا أجيب بيه أي جهاز آخر لهذه المستشفى، يقينا أنها ترفع من شأن هذا المكان، لأنها بتخدم 500
100,000 نسمة، 5 قرى حول هذه المستشفى من فضل الله تبارك وتعالى. عايزين الدعم المادي، عايزين الناس اللي بتحب الأمهات إن كانوا عايشين أو توفاهم الله يتصدقوا لأرواح أمهاتهم. ليس البر فقط إن أنا كنت بر بأبويا وأمي، لكن بعد وفاتهم أو في وجودهم لازم أعمل خير علشان يوصل لهم خير بإذن الله فيزداد. وناخد الختم الحقيقي بقى لبر الوالدين وللأصدقاء والناس الطيبين اللي يبذلوا هذا العطاء ويكون لهم عند الله تبارك وتعالى. داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. صحيح الصدقة ممكن تبقى حتى إطعام أو شيء فيه يعني فك كرب، لكن كمان الصدقة لما تكون من نفس الشيء اللي أنا مكوية بيه، يعني لا قدر الله زوج مريض، ابن مريض، أم مريضة، فداووا مرضاكم بالصدقة. يعني نحاول نساعد حد مريض. نعم. وما عندوش حاجة يتعالج فيها. والله أنا عايز أقول حقيقة أستاذ دعاء، اليقين يا جماعة. لما أقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يعني أكثر من 90 موضع ربنا في القرآن يذكر إن أنا عندي الخير. وبعدين في موضع الشيطان يعيدكم الفقر. خيالي حضرتك الناس تسمع وتقول الفقر 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 وتترك 90 موضع الله تبارك وتعالى يذكر فيه الخير. فاحنا عايزين يكون عندنا اليقين في الصدقة، اليقين في فعل الخيرات، اليقين وانا بدي كده وعارف ان ربنا ده موضعكم بالصدقة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حينما يقول داووا مرضاكم بالصدقة يبقى سمعا وطاعة يا رسول الله، فإنك لا تنطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نكون يعني أصحاب يقين وإخلاص وإحنا بندي الصدقة، ونعلم تماما أن الله سوف يردها علينا في الدنيا ويوم القيامة. نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل حلقة. ترى هتشارك معانا في كفالة طالب العلم؟ ناس بتسأل هو ايه ثواب كفالة طالب العلم؟ ده كفالة طالب العلم ده من الزكاة، عشان تبقى عارف الناس اللي مش واخده بالها ازاي. اولا احنا بنكسب طالب الفقير والمسكين، مش دول برضو يستحقوا الزكاة؟ واما طالب العلم فهو في سبيل الله، ايوه من بنود الزكاة 8، وفي سبيل. الطالب ده بيدرس علم الحرف فيه زي القرآن بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني تخيل كل ما هيكتب أي حاجة في الكراسة دي صدقني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. شوف الطالب هيكتب قد إيه، شوف الطالب هيفرح قد إيه، شوف الطالب هياخد حسنات قد إيه في ميزان حسنات اللي كفله. لما نتكلم عن كفالة طالب العلم عايز أبسطها لك وسهلها عليك عشان الناس اللي هي محدودة الدخل ما تتأزمش وتقول نفسنا نشارك بس مش قادرين. لا، ممكن تشارك. هنقسمها الأسهم، سهم الكسوة بس اللي هي الملابس بس، وسهم تاني للكوتشي، وسهم تاني للشنطة المدرسية، وسهم تاني للكراسات، سهم تالت للكفالة اللي هو المصروف. شفت سهلة ازاي؟ طب ده بكام وده بكام وده بكام؟ اتصل على 19038، هناك هيقولوا لك كل حاجة تكلفتها كام. أرجو إن أنت ما تكسلش، اتصل دلوقتي عشان حتى تاخد ثواب النية والمبادرة الحسنة. مع البر والتقوى دايما أنت كسبان. كفالة الأطفال دول وطلب العلم وكده كمان بالشكل الآدمي الشيك اللي فيه كرامة وشياكة، ونسعدهم وندخل السرور على قلبهم ونديهم الحاجة، مش بطريقة لا ده احنا بنعمل لهم حفلة. نعم. وكأنها جوائز يعني. نعم. بتتوزع عليهم. الله وملائكته يصلون على طالب العلم حتى الحيتان في البحار. تخيلي حضرتك لو انت تكفلتي بطالب علم مسافر من بلد لبلد، كل الملائكة بينما في طريقه إلى السفر تستغفر له. تخيلي لو هو راكب مركب عشان يروح بلد تانية، الحيتان في البحار
يوحى لها أن هناك طالب علم فوق هذه المركب فيستغفرون له. الجميع، الكون كله بيستغفر لطالب العلم ويدعو لطالب العلم، فما بال حضرتك أنت اللي بتمدي طالب العلم بالمال والعتاد والعدة والطعام والشراب علشان تلبسيه كويس وتطعميه وتقولي له يلا تهيأ. أي يعني شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أسرة يعلمون القراءة والكتابة، فكان كل واحد يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة يفدي نفسه بيهم. إذن يبقى هناك أمر في أننا نتعلم هذا العلم، ونحن أمة. عايز أقول لحضرتك رغم أن نبينا نبي أمي إلا أنه دعا إلى العلوم كلها. نحن أمة معلمة بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر ده مهم، وإحنا بنقول مهما قلت هذه الصدقات فإحنا نقسمها. أنت ممكن تروح تجيب 5 شنط تتبرع بيهم، هناك من يجيب 10 أحذية ويتبرع بيهم. إحنا بنقول وبننادي، وبقول أنا من مكاني هنا يا جماعة أصحاب المصانع، أصحاب شركات الكوتشيهات أو الشركات اللي بتعمل أو المصانع اللي بتعمل الكراسات أو حاجات، تواصلوا معايا. أنا عندي استعداد أروح لغاية هناك وأجيب، ونجيب عربيات نقل وناخد وننقل لهؤلاء لغاية ما بنوصل الأقصر وأسوان، بنروح الإسماعيلية، بنروح سيناء، بنروح في كل مكان جمعية البر والتقوى. عايز تتواصل مع جمعية البر والتقوى 19038، قول أنا عايز أبعت لكم كونتينر فيه شنط ولا كونتينر ولا عربية نقل فيها أحذية لكل الطلاب. عايزين نسرع، إحنا خلاص إن شاء الله 10-15-20 يوم ودخل المدارس، فعايزين نلحق نعمل تلك المعارض علشان ننشر، عشان الناس تبدأ تيجي تاخد الملابس وتاخد الشنط وتاخد الأحذية، ويفرح ولادنا زي ليلة العيد لما كنا نجيب هدومنا ونفردها قدام مننا، ونبقى رايحين وافعين راسنا بدل ما نروح شنطة بلاستيك أو بشبشب. إذا كنا إحنا ساعات المقتدر يحمل هم، يا ده احنا لسه ما جبناش لبس المدرسه بالظبط، يا طول النهار على جروبات المدارس الغاليه، الحاجه غليت، يا اللبس غلي، يا القماش غلي، يا طول النهار. نعم. من المقتدر. نعم. تسمع طول الوقت، فما بالنا. نعم. بانه حد ما فيش نعم. دخل خالص. نعم. ولازم يلبس ابنه لبس مدرسه، ولازم يلبس جزمه، فاحنا بنجيب لاولادنا نجيب معاها. أه. للأطفال التانيين، لأن ربنا هيبارك جدا. مبادرة الكرسي الفاضي اللي أنا دايما بقول عليه في أوضة الصفرة، اللي هو واحد زيادة في تمام، بنأكله طول السنة، بنشربه طول السنة، بنلبسه طول السنة. أيوة. يلا بقى هندخله المدرسة. صحيح. عايزين عولد. سهم سهم ان يعني الدولة بترفع كتير قوي من الولاد اللي بيدفعوا مصاريف في المدارس الحكومية. بترفع عنهم المصاريف او جزء من المصاريف. تعال حضرتك وادخل، وادخل على اي مدرسة تبعك في منطقتك، فين اليتامى، فين المساكين، فين عدم القادرين. في حاجة كمان، الستات اللي ولادها بقى اتخرجوا واشتغلوا، نعم خلاص انت كان عندك حمل وخلاص خف من عليكي، ناخد مكانهم حد مش هتدفعي فيه زي ما كنتش بتدفعي في ابنك. يعني بتدفعي لابنك قد كده، اتخرج بقى واشتغل، ربنا حطي مكانه حد زي ما حضرتك بتقول بالظبط، ندفع له بقى المدارس وكده، وهتبقى ولا ربع الثمن اللي كنت بتدفعي. انزلي اشتري 50 شنطه، حطي فيهم 50 كشكول وكراسه وقلم وكل حاجه، اتصلي بجامعه البر والتقوى، هيجوا ياخدوا ال50 يودوهم على طول للمعارض. ربنا يبارك لكم ويبارك في كل الناس اللي بيعملوا خير. شكرا جزيلا فضيله الشيخ مصطفى المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.